أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم. أعلنت منذ لحظات انطلاقة شوطنا الخامس عشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، وهو الشوط الخاص بالثنايا الجعدان المحليات الأصايل، شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع البداية وأرى مرموق من قاد المجموعة بتحديات سلطان بن حميد بن حمد العويسي، من يقدم بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. جريم من الجانب الآخر يأتي أبابيل حمد بن سالم بن نصرة العامري مقدما لانطلاقة أبابيل على مستوى المركز الثاني ثالث المراكز، يتسلل يتقدم بهذا الاندفاع وبهذا التقدم مبهر لسعيد بن غدير بن حمد العويسي، من يقدم مبهر مع المركز الثالث رابع الانطلاقات. وصول وتقدم الشامخ عامر بن عبد الله بن محيروم المحرمي في تحديات ايضا الشامخ على مستوى المركز الرابع. خامسا مشاهدينا متابعينا الكرام، ارى التسلل والتقدم لشاهين لمحمد بن سيف المقعودي ومع المركز السادس. من الجانب الاخر تحديات هياض لسالم بن محمد بن ضبيعه الكتبي، بينما اذا انطلقنا مع المركز السابع بأرى وصول وتحديات مرموق بشعار سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، ومع المركز الثامن يصل مياس لمبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري، بينما إذا انطلقنا مع المركز التاسع بأرى التحديات لشمطير المسلم بن سهيل بن هية العامري، وعاشرا أرى التقدم والتحديات لشاهين لمحمد بن سعيد بن علي بن حافش النعيمي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نداءنا الأول وجولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بتحديات هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة. أرى هناك أيضا التغيير، أرى التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. نتابع الصدارة وأرى مبهر من قاد المجموعة، مبهر من انطلق بناموس هذا الشوط بمتابعة سعيد بن غدير بن حمد العويسي، من يقدم مبهر بهذا التقدم الواضح والباين بصدارة وناموس هذا الشوط، يليه مع المركز الثاني مرموق يأتي على مستوى المركز الثاني، يتقدم سلطان بن حميد بن حمد العويسي ثالث المراكز، تقدم الشامخ لعامر بن عبد الله بن بحيروم المحرمي متابعا لتقدم الشامخ على مستوى المركز الثالث، بينما إذا انطلقنا مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الرابع بأرى التقدم لأبابيل حمد بن سالم بن نصر العامري في متابعة أبابيل على مستوى المركز الرابع. وخامس الانطلاقات، خامس التحديات، شاهين محمد بن سيف المقعودي يتابع شاهين مع المركز الخامس، بينما إذا انطلقنا مشاهدينا متابعينا الكرام على مستوى المركز السادس أرى هياض لسالم بن محمد بن ضبيعة الكتبي، وسابع الانطلاقات. من الجانب الآخر مرموق لسلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي لتابع المركز الثامن. أسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثامن، وأرى التسلل في هذه اللحظات والتقدم لمياس لمبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري. المركز التاسع يصل شاهين لمحمد بن سعيد بن علي بن حافش النعيمي، وعلى مستوى المركز العاشر تقدم وتحديات وانطلاقة شمطير لمسلم بن سهيل بن هية العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، أكملنا ندار الثاني للعشر المراكز المتقدمة بتحديات هذا الشوط وبهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. لنا عودة مع الصدارة،
نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وأرى هني اللي قاد المجموعة اللي انطلق بناموس هذا الشوط مبهر مبهر بهذا العرض المتميز وبهذا الانطلاق الواضح والباين، مبهر على الصدارة يقدم سعيد بن غدير بن حمد العويسي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثاني بأرى الشامخ ياتي ثانيا عامر بن عبد الله بن حيروم المحرمي، وعلى مستوى المركز الثالث يصل يتقدم مرموق سلطان بن حميد بن حمد العويسي، من الجانب الآخر أبابيل حمد بن سالم بن نصر العامري، المركز الخامس تقدم شاهين لمحمد بن سيف المقعود. أصبحت خماسية، أصبحت خماسية مع هذا الانطلاق المتميز ومع هذه الأسامي اللامعة والمتقدمة بأدائها وعرض مثير في هذا الانطلاق المتميز. نسير مع المركز السادس، نتابع سادس المراكز مشاهدينا. نتابع المركز السادس مشاهدينا متابعينا الكرام، وارى مياس ياتي سادسا مبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري، وعلى مستوى المركز السابع حياض لسالم بن محمد بن ضيع الكتبي، من الجانب الاخر مع المركز الثامن مرموق لسلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، ومع المركز التاسع ياتي شاهين لمحمد بن سعيد بن علي بن حافش النعيمي، مرموق مع المركز العاشر احمد بن راشد المحرمي يقدم مرموق مع المركز العاشر. هذه النتيجة لنا عودة مع الصدارة، غادرنا لوحة الإعلان، لوحة الألف والميتين، وأرى هناك اللي قاد المجموعة اللي انطلق بناموس هذا الشوط الشامخ، الشامخ ينطلق بتحديات هذا الشوط، يقدم عامر بن عبد الله بن محيروم المحرمي، ولكن أرى مع المركز الثاني مرموق لسلطان بن حميد بن حمد العويسي. ثالث المراكز ياتي مياس لمبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري، يقدم مياس مع المركز الثالث اللحظات الاخيره تحديات هذا الشوط والتنافس الواضح، والباين على الصداره. مرموق في المكان المرموق ينتزع ناموس هذا الشوط، يتابع سلطان بن حميد بن حمد العويسي، ولكن من الجانب الاخر الشامخ لعامر بن عبد الله بن حيروم المحرمي، مياس مع المركز الثالث بتقدم مبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري. اللحظات الاخيره ناموس هذا الشوط حاير 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 ما بين هذه الشعارات، ما بين هذه الاسامي، ولكن الصداره، مع مرموق لسلطان بن حميد بن حمد العويسي. مياس قادم بكل قوه مع المركز الثاني، بدا يتسلل، بدا يتقدم. اهالي الخزنه، اهالي الختم هم الاقرب لناموس هذا الشوط، بالتقدم مياس مبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري، ولكن مرموق اللحظات الاخيره. مياس، مرموق، مياس، مياس ينتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا مبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري، سلام سلام للختم، سلام وهار الخزنة، يستاهلون بهذا الأداء المتميز. المركز الثاني مرموق للسلطان بن حميد بن حمد العويسي، المركز الثالث الشامخ لعامر بن عبد الله بن حيروم المحرمي، المركز الرابع يتقدم عنيد للسلطان بن علي بن سلطان الاجتبي، المركز الخامس جاء شمطير لمسلم بن سهيل بن هية العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة، لنا عودة مع التوقيت الزمني، لحظات الوصول إلى خط النهاية 9 دقائق و41 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا المبارك بن سلطان بن مرخان المنصوري على فوز مياس بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني مرموق بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق و41 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لسلطان بن حميد بن حمد العويسي، واللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات الوصول مع ثالث المراكز، جاء بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 44 ثانية، 4 أجزاء من الثانية اللي هو الشامخ. تهانينا لعامر بن عبد الله بن محيروم المحرمي.
بسم الله الرحمن الرحيم.